عارفوا يا جماعة، أنا ولا مرة ربحت هل 999 ألف جوهرة يا طيبين. هل المرة راح تكون يعني ممكن تكون نحاول نجيبها هلا 10 ألف جوهرة؟ أنا بحياتي معلم صلي تقريبا 4 سنين بلابتوب فري فاير ولا مرة ربحت هذه 10 آلاف جوهرة. إذا أنت واحد من ربحان اكتب لنا بالتعليق هذا، شوف كيف ربحت معلم، أعطينا الوضع. المهم حبايبنا، مثل ما أنتم شايفين عندنا اليوم سكين جديد وعجلة جديدة واللفة الذهبية. ويلي ويلي ويلي، نشوف اليوم حظنا معلم، ما راح نطور كثير معلم. اليوم متحمس كثير ندخل هيك على السريع، يعني فهمت علي شلون هيك دخلي على السريع. اول شيء يا جماعه عندنا هون اللفه الوحده اوكي بسبع جواهر، واللفه الثانيه ب 50 جوهره عليها التخفيض، عشان ما اعرف هي ترى اي صاير عليها التخفيض بس بالاول لفات ولا كيف، واللفه المخاصه يعني سبيشال لفه ب 20 جوهره يا جماعه. نشوف هل هي اللفه هي ال 20 جوهره تجيب لنا ولا شلون. اوكي شباب لا تنسوا باللايكات وشاركوا كل شيء معلم، جنوا نطوا. اوكي خلينا نعمل اول شيء نجرب هي، ما انا متاكد من شغله. اضرب لفه معلم. اوكي سبعه تمام، اضرب خمس لفات نشوف شو راح يصير. اوكي ول 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 يا شباب قول لي معقول معقول صدقوني يا جماعة، فكرت هيك وقفت ورا، فكرت لحالي يا اخي انا بتعب شباب بيك، علمي شباب هيك اربحك 10 آلاف جوهر هيك شباب، يعني قبل من يعني ما بتعرفوا شباب شو بيصير، يعني فهمتوا علي شلون هيك حابب تجيب هال 10 آلاف هيك اشوف شو هيك اي شيء الاحساس، فهمتوا علي شلون. المهم شباب خلينا نكمل نضرب على هي تمام ليتس جو. ايوه يا معلم ما في شيء اوكي ليش اوكي هون يا معلم اعطينا هاي اوكي اخذناها وكانوا حجيب النسل الذهبي بيبو والله شو هي هيك قبعت الارنب نايس جبنا الارنب اوكي لا يا شباب راح نجرب هاي السبيشال اللفه اللي هي هاي تعالوا شوي نشوف ويل 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 خلينا نعمل لا تذكرني اوكي حزمه هذا يا اخي شباب والله ما احب هالشباب ما بحب اشوف هيك عم تدور يا جماعه هيك والله كانت خريبه يا جدك ويلي 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 قولي اوكي الرعد خلينا نشوف الصندوق الغنائم اوكي طيب بس والله قربت على السكين خلاص والله ان شاء الله انا شايف يعني بعرف الحظ هذا هو يا شباب ما راح يمشي الحال ناخذ هاي نلف هيك نلف اوه يا سلام عليك شباب حزمه الازرق الحركي ايوه دام 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 حلو باللوز ماشي يا جماعه لازم جبت ب 15 لفه يعني وجبت هاي معلم اوكي بس لكن يا شباب انا بدي اجيب هاي اجيب حقيبه يا شباب ما بدنا نروح على الحقيبه اصبر شوي خلينا نلف نشوف بيطلع لنا شوي ال 10,000 جوهره طول بالكم صراحه يا شباب كل حظي اسطوري شباب هذا الحدث بس ولكن بدنا نحاول نشوف ما خلينا نحاول نجيب الحقيبه ضروري يا شباب يعني نضرب نعمل سبي عشان نجيب الحقيبه يا جماعه تمام قبعت الارنب روح من هون نشوف يا الله ايوم اوكي كمان لفه معلم يا اخي حابب اشوف اوه يا اخي حابب هيك اشوف الشعور معلم فهمت عليك شو يعني يا ربي يا الله يا شباب يا جدك وقفت من قريبه كانت وقت راح توقف فيه قبل قريبه يعني على على على, 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 على شيء خفيف ايوم او نو دام يا الله يلا بقينا شوي يا ربي يا اخوان يا اخي يلا خلاص ما اعرف حظ ما راح يعطيني شيء الحظ بعرف زفت خلاص اعطوني حقيبتي وخليني امشي يلا يا زلمه فكنا من هالصندوق المعلم او نو يلا باقي شوي نجيب الحقيبه يلا باقي شوي يا جماعه اهلا والله فكرت نقدر نجيبها اصبر جيب الحقيبة هيك باللوز ولا شلون؟ لا يا شيخ قولي يلا خلاص شباب خلاص معلم طيب لكم يا جماعة هاي مو جيب الحقيبة نعم نشوف حظنا هادي ترى بدنا نجيب نضرب خمس لفات اصبر شوي واحد اثنين ثلاثة
ليه؟ والله ما في ما في ما في حقيبة النسر الذهبي. اوكي جاوب خلاص معلم، ما بشوف شو في جديد، ما في اي شيء جديد. تمام خلينا نشوف على الخزنة شباب، على الخزنة نشوف الحقيبة الجديدة. اوكي وشوف هذا السكين الجديد يا جماعة، طولوا بالكم عنا هون. نجي اول شيء للحقيبة نعملها التأكيد. اوه نايس، النسر وما النسر. نشوف ال نشوف السكين هذا شاب شو وضعه. ليه؟ اوه شغل فوتبول ما فوتبول. ول 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 لا مستحيل، فرج شغل فوتبول ما فوتبول. اول ال يا اخي والله معلم، ليش ما يحطونا هالحق الرقصة شباب؟ ليش ما تصير رقصة هي؟ ليش ما تصير رقصة يا شباب؟ ويلي 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 ويلي، ليش ما تصير رقصة يا جماعة؟ اوه والله ترى حلو، راح حلو يا جماعة. خلينا نشوف التدريب، خلينا نشوف التدريب يا شباب. والله فيه افكت اسطوري يا شباب، ما توقعتها هيك. شوفوا النسر، قولي يا سلام، الصراحة شي مرتب والله باللوز. اسمع نشوف معلم، ناخذ شي سلاح معلم، نشوف الوضع معلم. مركلت معلم، ندخل لهون يا جماعة. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، راح نسر. شوف النسر اللي معلم شكله ويل ويل، راح نسر شبنا شقتله معلم. شو بيصير؟ بربرشي معلم، انا بربرشي باللوز. شوف بيطلع النسر معلم، تقتل واحد بيطلع النسر. والله افكت باللوز شباب، سكن جديد. قول لي لا يا بنتوفلة. اسمع نشوف معلم، شوف اوكي، شوف النسر، النسر كيف يطلع علي. والله النسر معلم شغل يا اخي الشباب، لك عايش النسر. خلي يخرب بيتك انت. هيك كمان معك، ما نقبل ما نقبل ما نقبل ما نقبل ما نقبل ما نقبل. اصبر ناخذ النسر، شوف النسر. والله النسر حاله قصة يا جماعة، النسر لحاله قصة يا اخوان. تعالوا تعالوا نشوف هذا، والله تعالوا نشوف معلم. الله جابوني. اوكي 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 حبايبي الكرام، هيك بنكون جربنا السكين وشفنا وما قدرنا نجيب ال 999 شباب، لم تزبط معنا هذه المرة. نشوف ان شاء الله المرة الجاية ممكن تزبط جماعتي. سو الله يسعد لي اياكم حبايبي الكرام، تحياتي لكم، شكرا لوجودكم معنا، ان شاء الله استمتعتوا معنا بهذا المقطع، وبشوفكم على خير. نلتقي بالبسوس على الفيسبوك شباب مثل كل مرة، ولا تنسوا شباب عم ننزل لكم صاير بنزل لكم لقطات حلوة كثير على التيك توك، شوفونا التيك توك يا جماعة. سو هيك بتمنى لكم هيك كنت هالمقطع، بشوفكم على خير، سلام عليكم.